ويمكن واحنا بنتكلم على استاد القاهره حاليا، ده صوره من استاد القاهره ووجود احد مشجعين الاهلي الوفيين والمميزين دائما من خلال تواجدهم وحبهم لهذا الكيان. وده منظر الاستاد الرائع، وزي ما بقول بيطلقوا عليه في القاره الافريقيه استاد الرعب. ان شاء الله يبقى رعب دائما للفرق اللي بتخوض مبارياتهم امام النادي الاهلي في هذا الملعب، ويكون ان شاء الله الفوز حليف النادي الاهلي دائما. ده بالنسبه للتصريحات الخاصه بالنادي الاهلي وكابتن حسام البدري. ايضا منانا الجابوني سعيد، ويمكن دائما النادي الاهلي مضياف، سعيد بوجوده في النادي او في مصر هنا واستقبال النادي الاهلي الخاص بيه. ويمكن اتكلم مدير عام النادي منانا الجابوني ورئيس البعثه الخاصه بفريق منانا إريك أندولو، واتكلم قال يعني الفريق النادي الاهلي استقبلنا بشكل مميز جدا، وتلقينا طبعا ترحاب كبير من مسؤولي النادي الاهلي، ولكن طبعا هم كطموح بيتكلموا ان هم جايين يأدوا مباراه قويه مش جايين في نزهه، وده وضع طبيعي وطموح لاي فريق موجود بيلاعب فريق كبير زي النادي الاهلي، وهم بيحترموا طبعا اسم النادي الاهلي. النادي الاهلي لما نيجي نتكلم على عدد بطولاته في بطوله افريقيا ودوري ابطال افريقيا، يعني طبعا العدد او الارقام والتكثير الارقام هو اللي بيتكلم على فريق النادي الاهلي ان هو سيد افريقيا وطبعا نادي القرن الافريقي. ده يمكن الخاص او التصريح الخاص بمسؤولي منانا الجابوني. والاجتماع الفني اللي تم امبارح كان مميز طبعا برئاسه طبعا مراقب المباراة عبد الحكيم الشلماني وطاقم التحكيم المالي اللي هيكونوا متواجدين النهاردة للتحكيم على هذه المباراة. النادي الأهلي هيلبس شكله المعتاد، الشورت أو التيشيرت الأحمر، وكل التوفيق طبعا ليه ان شاء الله النادي النهارده. واكيد واحنا بنتكلم التيشيرت الاحمر بالنسبه للنادي الاهلي والشورت الابيض والشراب الاحمر، اما فريق منانا فهيلبس الطقم الاخضر بالكامل. ده يمكن شكل الطاقم او الاجتماع الفني، لان في بعض التفاصيل الخاصه بالاجتماع الفني لازم تبقى متواجده فيها. طبعا بيتفقوا على الملابس، الشكل التحكيمي هيكون عامل ازاي، ميعاد المباراه لازم يبتدي بشكل في توقيته بالظبط، اللاعبين لازم يبقوا متواجدين قبل المباراه بساعتين على الاقل. كل التفاصيل دي بتبقى موجوده في الاجتماع الفني الخاص بالمباريات، خصوصا المباريات الدوليه اللي زي هذه المباراه. ده بالنسبه للاجتماع الفني الخاص بالنادي الاهلي. اما فريق منان ان شاء الله بعد المباراه هيغادر مباشره بعد المباراه الى الجابون. طبعا بعض اللاعبين اللي غايبين عن لقاء اليوم زي حسام غالي، بعض اللاعبين اللي بنطمن عليهم ان شاء الله يكونوا متواجدين في بقى المرحله القادمه.